بسم الله الرحمن الرحيم. أهالينا بقفصة السلام عليكم. نصر خير الدين صاحب مؤسسة خاصة مترشح عن دائرة قفصة الجنوبية. إيمانا مني بأهمية العمل السياسي في حياة المواطنين ومدى جدواه للتغيير التقدم إلى الانتخابات التشريعية 2022 عن دائرة قفصة الجنوبية والمشاركة في سن قوانين وتشريعات جديدة من شأن تحسين واقع الجهة خصوصا والوطن عموما، وفيما يلي بعض النقاط التي سأعمل على إنجازها بقفصة الجنوبية. أبدأ بالمجال الصحي، حيث سأعمل على التسريع في إنجاز المستشفى المتعد الاختصاصات بقفصة وجعل هذا المشروع يرى النور. وأما في مجال التعليم سأعمل على تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية بالإضافة إلى سد الشغورات في الإطار التربوي وانتداب المعطلين عن العمل. أما في الحلاحة فسأعمل على حالة مشاكل الأعلاف ورخص الأبار والوضعيات العقارية للأراضي وتسوية وضعية الأبار العشوائية. أما في المجال البيئي فسأعمل على التشجيع على اعتماد الطاقات المتجددة لمهام جدوى في المجال البيئي. أما في الثقافة فسأعمل على تطوير البنية التحتية للثقافة وإدراج الموروث التقليدي بالجهة ضمن المسلك السياحي. في مجال النقل سأحاول التسريع في إنجاز محطة النقل البري والعمل على استحداث دراسات مشروع الطريق السيارة قفصة جلمة. أما في الاقتصاد فسأعمل على تذليل صعوبات المستثمرين بالجهة ومزيد دعمهم، وكذلك تشجيع الباعثين الشبان عن طريق تسهيل المعاملات الإدارية وتوفير التمويل وإلغاء رخص خاصة. أما في المجال الاجتماعي فسأعمل على دعم برنامج التمكين الاقتصادي وبعث موارد الرزق للعائلات المحدودة الدخل، كما سأعمل على الترفيع في منحة العائلات المعوزة. كل ذلك وأكثر إن شاء الله إخواني وأهلي بقفصة الجنوبية، إذا انتخبتموني ومنحتموني ثقتكم سوف أعمل على تقديم مقترحات جدية لسن قوانين وآليات جديدة تمكنني من تحقيق هذه المطالب للجهة. أعد الله وأعدكم أني سأكون سندا لصوتكم المسموع وحلمكم المشروع. عاشت تونس حرة أبي أبد الدهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.